نعم. أولا الذي جاء به من؟ جبريل. جبريل. ثانيا أن رسول الله عيناه ماذا؟ تفيضان من الدمع. فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات. هسه هذه النكت لعله والله العالم أن رسول الله يريد أن يقول بأنه مع أنه قريب من شط الفرات يقتل، ولكن يقتل ماذا؟ ضمآنا. يقتل ظمآنا، يقتل عطشانا. على أي الأحوال أنا ما أريد أنه الآن أدخل في تفسير الرواية. قال إن الحسين يقتل بشط الفرات. قال فقال هل لك، من قال؟ جبريل لرسول الله، هل لك أن أشمك من تربته؟ لم يقل أريك، أشمك. ما أدري والله ما هي خصوصية هذه التربة، أن أولا الذي يأتي بها من؟ جبريل. جبريل. وثانيا يعرض على رسول الله أن ماذا؟ أن يشمها، أن يشم هذه التربة. لماذا؟ طبعا يكون في علم المشاهد الكريم الآن كما قلت مرارا لست بصدد أنه أحسنت. أتكلم في شرح الرواية. نعم. وفي تفسير الرواية. نعم. هذا من الواضح أن هذه التربة التي جاء بها ليست هي قطعة من الأرض المادية، ولا قطعة من الأرض المادية تلك بعد لم يقع عليها دم الحسين. نعم. حتى تكون حمراء. قضية تكوينية قديمة. إذن، إذن، إذن قضية مرتبطة بعالم الغيب. أحسنت. مرتبطة بعالم الملكوت، مرتبطة بعالم آخر. نعم. وإلا بعد لم يقع عليها دم الحسين كيف تكون ماذا؟ ولا خصوصية الشم. وفيها خصوصية يشم منها رائحة. أحسنت. الحسين ويشم منها تربة الجنة حتى في الشم. أي تربة هذه؟ نعم. قال جبرائيل النبي هل لك أن أشمك من تربته؟ قال قلت نعم، يعني أريد أن أشمها. قال فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا. واضح هذا المعنى؟ الرواية التفتوا جيدا، المشاهد لابد أن يلتفت. المعلق يقول، يقول إسناده حسن، إسناده حسن. حسن. ثم يقول وقال ورواه، ويقول وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز والطبراني ورجاله ثقات. واضح دكتور إلى هنا؟ إلى الآن واضح أنه كل الروايات اللي تنقلها نقلها روايات ماذا؟ نعم. إما صحيحة وإما ماذا؟ حسنة ورجالها ثقات. ورجالها ثقات. يقول ونينوى بكسر أوله، ونينوى بكسر أولها أوله وسكون الثاني وفتح فلان بوزن فلان، وهي قرية يونس عليه السلام بالموصل وبسواد الكوفة ناحية قال لها منها كربلاء التي قتل بها الحسين، معجم البلدان الجزء الخامس إلى آخره. هذا هو المصدر الثاني. نعم. المصدر الثالث نفس هذا المعنى ورد أيضا في مسند أبي يعلى الموصلي أيضا في نفس الجزء السادس صفحة 129 في نفس هذا الكتاب، يعني في نفس الذي أشرنا إليه، وهو في الحديث 3402 مسند أبي يعلى الموصلي في الحديث 3402 الجزء السادس عن أنس بن مالك قال استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي. هذا يكشف عن أنه هذه القضية كانت مرة واحدة أو تكررت على النبي مرات، يعني مرات، لأنه مرة جبرائيل، مرة ملك، ومرة القطر. ملك لم ينزل علي قبل، ومرة ماذا؟ ملك القطر، المطر، يعني ملك المطر. نعم. واضح دكتور؟ أحسن. يعني المشاهد لابد أن يلتفت أن هذه القضية مو مرة ومرتين جاءت إلى النبي، وإنما كان الوحي الملائكة الإلهي يعزون رسول الله. مو فقط هسه الآن أريد أقول أن الوحي الإلهي كان يؤكد على ماذا؟ على هذه القضية. أحسنت. يعني مرة جبرائيل، مرة ملك المطر، أو مرة ملك لم يسبق أن جاءني قبل ذلك ونحو ذلك. قال عن أنس بن مالك قال طبعا حدثنا عمارة بن زاذان حدثنا ثابت البناني، طبعا هذا عمارة بن زاذان فيه كلام وبعد ذلك سيأتي. عن أنس بن مالك قال استأذن ملك القطر ربه أن يزور النبي فأذن له، وكان في يوم أم سلمة، في اليوم الذي كان عند أمي سلمة أم المؤمنين، فقال النبي يا أم سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحد. قال فبينما هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي فاقتحم ففتح الباب فدخل، فجعل النبي يلتزمه ويقبله، فقال الملك أتحبه؟ قال نعم.
قال إن أمتك ستقتله إن شئت أريتك المكان الذي تقتله فيه. فسأل الآن الحديث واقعا فيه ذيل طويل، لا ينسب القتل إلى سرية كما يحاول ابن تيمية. هذا صاحب الهوى الأموي والعقيدة الأموية الشيخ ابن تيمية أن ينسبه إلى ماذا؟ سرية، سرية أمتك يعني. الرواية النص ماذا يقول؟ نعم. الأمة ها. نعم. الذين بيدهم السلطان القيادة ها 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 نعم. ها يعني كانت على أي لحظة الدولة ها. أريد أبين بأنه كيف يريد يستسهل الأمر، يقلل من أهميته وعظمته. قال إن أمتك ستقتله إن شئت أريتك المكان الذي تقتله فيه. قال نعم. قال فقبض قبضة من المكان الذي قتل فيه فأراه فجاء سهلة أو تراب أحمر. يقول عند أحمد المعلق يقول عند أحمد فضرب بيده فأراه ترابا أحمر، فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها، يعني اعتنت ماذا بهذه القبضة من التراب، بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنت بهذه القبضة. هسه إذا نحن والله ما أدري إذا أخذنا قبضة من تراب كربلاء واحتفظنا، يقول أشركت؟ هذه بدعة؟ هذا الكلام الذي وقع للجهلة، للجهلة. هذا فعل أم المؤمنين، يقولون لم يفعله صحابي ولا صحابية. هذا فعل من؟ أم سلمة. فعل صحابية، فعل زوج النبي، ورسول فعل الله يشمه. نعم. ورسول الله هذه الرواية ما فيها الشم، هذاك نعم. الروايات الأخرى فعل وأمام رسول الله، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد عملا فيه بدعة هذا إقرار داخل نعم. في إقرار النبي. فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها. قال ثابت فكنا نقول إنها كربلاء، يعني هذه القطعة ماذا من كربلاء. يقول إسناده حسن في الحاشية رقم 2. المعلق يقول وأخرجه أحمد وأبو نعيم في دلائل النبوة، وأخرجه أحمد من طريق مؤمل كلاهما، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز والطبراني بأسانيد، وفيها عمارة بن زاذان وثقه جماعة، لأنه قلت فيه كلام أنه موثق أو غير موثق، وفيه ضعف طبعا في نظره في نظر الحق وإلا نعم. وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح، وانظر سير أعلام النبلاء، وسيأتي بعد ذلك. هذا هم مورد آخر من الموارد الأخرى التي ورد ولا مجال للشك فيه، ما ورد في مسند الإمام أحمد المجلد 44 نعم. الموسوعة الحديثية. بودي أن المشاهد الكريم يحتفظ. دكتور عندنا وقت إن شاء الله جي. الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 241 من الهجرة، حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرق سوسي، إبراهيم الزيبق، محمد أنس. الجزء 44 مؤسسة الرسالة. في أي طبعة حتى يعلم المشاهد الكريم هو يتابع؟ طبعة الثانية 1429 من الهجرة. حديثة أيضا هناك في الجزء 44 صفحة 143 من الكتاب، وهذه نص العبارة. صفحة 143 في الحديث 26524، الرواية أن النبي قال لإحداهما يعني عائشة أو أم سلمة لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها، فقال لي إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها. قال فأخرج تربة حمراء. حديث حسن بطرقه، أحسن بكل الطرق أحسنته.
حديث حسن بطرقه. طبعا يقول وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، ولكنه بعد ذلك ماذا يقول؟ النظر إلى مجموع الطرق. في بمجموع الطرق ما هو هذا الحديث، ما هو ضعيف، وبعد ذلك سيأتي أن العلامة الألباني أيضا سيشير، يقول وإن كان في بعض أسناد هذا الحديث ضعف إلا أن بمجموع الطرق ما هذا يكون حسن. الحديث قوي. نعم. حديث فلان يقول وهو عند أحمد في الفضائل، وأخرجه فلان وأخرجه الطبراني وأورده الهيثمي، قال ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن طهمان في مشيخته، وأخرجه ابن أبي شيبة، وأخرجه الطبراني. هذه لماذا يقول الطبراني؟ طبر باعتبار أنه طرق الحديث ماذا مختلفة متعددة. نعم. وهذا يكشف عن أن طرق الحديث ليس هناك طريق واحد، بل صحابي واحد ولكن له طرق ماذا متعددة أكثر من طريق. نعم. ومن الموارد دكتور أيضا اللي إذا إن شاء الله عندي وقيت. نعم. وبعده نأخذ فاصل، تفضلوا حتى نأخذ بعدها فيما فاصل. ورد في تاريخ الإسلام للذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي، أنا عندما أقول تاريخ لا يروح إذن هذول مؤرخين لا يعرفوا، لا، الذهبي ماذا؟ عالم ومحقق وإمام. نعم. الذهبي كما نعلم وإمام، وهو متهم أيضا بالنصب كما قرأنا في موارد سابقة. قال تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام